وفوز النادي الاهلي بثلاثيه مقابل هدف على فريق اسوان في واحده من مؤجلات الدوري الممتاز. الاهلي حقق فوزا كبيرا على اسوان، والاهم من الفوز هو استعاده بعض اللاعبين لمستوياتهم وخطورتهم العاليه، وفي مقدمتهم كهربا الذي احرز الهدف الاول من لمسه مباشره بعد تمريره سحريه من الخلف الى الامام، ثم صنع هدفا اخر اهدره محمد شريف، ولكن الانفراد اللي انفرد بيه محمد شريف، ثم الحارس شتت، ثم راحت لعلي معلول فعمل عرضيه وسجل منها شريف الهدف الثاني، ثم استعاد بواليا ايضا او استمر بواليا في ذاكره التهديف وهدفها اليوم من عرضيه جميله من حسين الشحات الذي استعاد خطورته في الاونه الاخيره وفي المباراه الاخيره. ثلاثيه مقابل هدف من النادي الاهلي امام اسوان، حافظ بها النادي الاهلي على صراع المنافسه مع نادي الزمالك والتوازن مع نادي الزمالك بالفوز في كل مؤجلاته. باقي له مباراه دجله والزمالك باقي له مباراه دجله وسيراميكا، والزمالك باقي له مباراه غزل المحله، او لو حتى دجله الاهلي يفوز بيها يبقى متساوي مع الزمالك ويكملوا مع بعض نفس الصراع على الفوز باللقب في المباريات المقبله باذن الله تعالى. مباراه اليوم واحده من المباريات المهمه للغايه، يجب تحيه فريق نادي اسوان على اداء هذه المباراه. لعبوا جيم مفتوح رائع، ما لعبوش بعض الفرق الكبرى، ما لعبوش المقاولين اللي كان مشارك في افريقيا هذا الموسم، اللي كان ضمن المربع الذهبي في الموسم في دوري الموسم الماضي، وبالتالي كل التحيه وكل التقدير لفريق اسوان والجهاز الفني لنادي اسوان وللاعبي اسوان اللي كانوا ممكن يخطفوا التعادل في نهايه في الوقت بدل الضائع من المباراه لولا يقظه علي لطفي في الدقيقه 93، واللي ارتد منها كوره اتلعبت من الدفاع لحسين الشحات اللي تقدم وتوغل وانفرد ثم ارسل عرضيه الى وولتر بواليا المنفرد بالمرمى مسجلا الهدف الثالث في شباك عمر رضوان. مباراه اليوم الفوز فوز الجون بتاع اسوان في شك كبير جدا، حتى هم يعني بيجيبوا كوره وهي ماشيه قدام ايده انا ما احسش انها لمست ايده، لكن ممكن تبقى الصوره الفوتوغرافيه بكوره امام ايده، لكن ما شفتش اللقطه اللي اتاكد انها قدام ايده. الاهلي له ضربه جزاء برده ما شفتش اللقطه من الكاميرا الخلفيه اللي تقول انها مش ضربه جزاء، اللي هي في الشوط الاولاني لمست اليد ايضا، لكن في كل الاحوال في كل الاحوال الاهلي حقق الفوز، فاز بثلاثيه رائعه، حافظ على نفس الفارق مع نادي الزمالك، يفوز في مباراه دجله يتساوى مع نادي الزمالك، ونلعب بقى مباراه ومباراه، نلعب هنا المحله ونلعب هنا سيراميكا ونكمل الدوري، نلعب هنا الاتحاد، نلعب هنا الاسماعيلي، يلعب هنا الاسماعيلي وهكذا، يلعب هنا الزمالك الاسماعيلي، الاهلي يلعب المصري وهكذا، ويستمر الدوري باذن الله تعالى. الفوز الكبير النهارده بياتي من انك انت كنت مغير في تشكيلك وعملت روتيشن مضطرا، عملت روتيشن مضطرا اليوم، لعب اليوم رامي ربيعه بدلا من محمد هاني الموقوف للحصول على انذارات ثلاثه، لعب ياسر ابراهيم بعد الضغط النفسي والعصبي وضغط المباريات وحاله التشبع اللي عند بدري بنون اللي قاعد على الدكه النهارده وادى بشكل مميز جدا ياسر ابراهيم، كلام اللي انا كنت بقوله لك في اللايفات اللي فاتت انك انت عندك مجموعه من اللاعبين مش واخدهم عشان هم خيال مئات ده يلعبوا، فيجب انك تريح النهارده، ريحت يا بدري بنون، ماتش جاي تريح ايمن اشرف، حس تعمل الروتيشن يبقى اللعيبه عندها الراحه ما يبقاش عندها باستمرار الضغطه في كل المباريات. فلعب مضطرا ايضا بياسر ابراهيم ورامي ربيعه وياسر وايمن اشرف ومعلول زي ما هم، السوليه وديانج وقفشه وكهربا كما هو، لعب باثنين كانوا على الدكه في المباراه الماضيه وهما الشحات حسين الشحات ومحمد شريف، اربع تغييرات في تشكيله النادي الاهلي الاساسيه لمباراته مع اسوان، ورغم هذا الاهلي بدا المباراه ضاغطا ومهاجما وباحثا عن هدف مبكر للفوز في هذه المباراه، وكانت لمسه ديانج الى حسين الشحات اللي عمل عرضيه ولا اجمل عرضيه اماميه ولا اجمل الى محمود عبد المنعم كهربا اللي عملها بشماله في المرمى مسجلا الهدف الاول في الدقيقه 22 من المباراه. كهربا حاول النهارده، كهربا النهارده في كل كوره لازم نديله حق، كنا بننتقده لازم النهارده نديله حق، في كل كوره ثابته بتلاقيه في منطقه جزاء النادي الاهلي وبيقوم بواجبه الدفاعي وواجبه الهجومي على اروع ما يكون وعلى اجمل ما يكون. ده نتيجه ثقه الجهاز الفني فيه، التركيز معاه، تحفيزه، رفع معنوياته، منحه المباريات وتاكيد الثقه فيه، وبالتالي ادى النهارده كهربا واحده من المباريات المهمه.
النادي الاهلي في الشوط الاولاني باستمرار كان ضاغط على المنافس، بيبحث عن فرصه، يبحث عن هدف، كان في ضغوط من محمد مجدي قفشه، من حسين الشحات، من محمد شريف، وانتهى الشوط الاولاني بالتعادل، بفوز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء على نادي اسوان. في الشوط الثاني زاد النادي الاهلي من ضغطه على الفريق على فريق اسوان اللي لعب بشجاعه وادى مباراه بشجاعه قويه ولعب مباراه هجوميه. هدف اسوان لمسه يد، قلت انا ما اقدرش اشوفها طالما ما شفتهاش فيديو. خلينا نبقى امنا مع بعض، الفوتوغرافي عنده الصوره الفوتوغرافي، لكن ما اقدرش اكد لك 100% انها في ايده، وارد تبقى عدت الكوره من قدام ايده، لكن لمست ايده ولا لا ما اقدرش اقول لك انها لمست ايده وان الجون مش سليم، لكن هو ما جابهالناش على الشاشه عشان نشوفها ونتاكد منها. فالنهارده في الشوط الثاني كان في ضغط من النادي الاهلي حتى جاءت الدقيقه 64، كهربا عمل واحده يعني مقشره لمحمد شريف للانفراد بالمرمى، وانفرد بالمرمى وسدد في جسم عمر رضوان لترتد مره اخرى، وتبقى في عرضيه جميله جدا من علي معلول الى محمد شريف ايضا اللي بيسجلها ومسجلا الهدف الثاني في الدقيقه 64 من المباراه، ويتقدم محمد شريف بهذا الهدف صراع الهدافين في جدول الدوري الممتاز، تقدم على الجميع ب 16، يليه احمد ياسر ريان اللي مع منتخبنا الاولمبي في دورة طوكيو برصيد 15 هدف. بعد كده مستر بيتس موسيماني بيحس ان المباراه خلصت، بينزل اولتر بواليا مكان كهربا، بينزل اجي مكان محمد شريف، بينزل معلول مكان وحيد. في الدقيقه 80 قال لك خلاص الماتش خلص بالهدفين دون رعب، نزل سعد سمير ومحمود متولي بدلا من ايمن اشرف وقفش. رغم كده الا ان فريق اسوان اللي ادى مباراه هجوميه محترمه استغل هذه التغييرات وضغط على النادي الاهلي ونجح في تسجيل الهدف الاول اللي في لاسوان، اللي فيه شكوك ان الكره لمست ايده، ايد مهاجم اسوان، الكاميرا ما وضحتش 100% انها لمست ايده، هل مرت الكره من قدام ايده والفوتوغرافيا جايباها كده؟ هل ايده اتحركت ولمس الكوره؟ انا مش شايفها انها لمست ايده بنسبه 100%، لكن شايف ان الاهلي له ضربه جزاء ايضا، لكن الكاميرات والكاميرا الخلفيه ما اظهرتهاش لينا عما اذا كان الاهلي له ضربه جزاء ام لا. ما اقدرش اقول لك 100%. هنا مستر بيتسو موسيماني ادى ايحاء للجهاز الفني لنادي اسوان ان خلاص الماتش خلص بالنسبه لي. ضغط اسوان مع 5 دقائق في الوقت بدل الضائع، وابدع علي لطفي في الزاويه على المرمى، كورتين اتنين شالهم كان يمكن ان يكون اهدافا في شباكه ويبقى النادي الاهلي يخسر وثلاث نقاط غاليه. سجل الهدف الاول بعد 2-1، ضغطوا علي لطفي شتت كره جميله جدا 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 اللي هي راحت لحسين الشحات وجاء منها الهدف الثالث، ولعب النادي الاهلي وفاز بثلاثيه. بعتب على مستر بيتسو موسيماني، خلي بالك زي ما في مكاسب في هذه المباراه، استعاده كهربا لمستواه وخطورته، الثقه في اداء رامي ربيعه كظهير ايمن، الثقة في أداء ياسر إبراهيم كلاعب مدافع قوي مميز عنده القدرة على اللعب في أي وقت والأداء بشكل متميز للغاية، عودة محمد شريف للتهديف وعودة كهربا للتهديف واستعادة حسين الشحات لخطورته. الأداء طبعا مش محتاج إن أنا أقول لك إن قفشة ترمومتر المباراة مع ارتفاع أدائه وارتفاع وجمال تمريراته، النادي الأهلي بيرتفع أداؤه بتزداد خطورته على مرمى المنافس. لكن لازم اقول حاجه مهمه، ان تغييرات مستر بيتسو موسيماني خاصه التغييرين اللي عملهم سعد سمير ومحمود متولي ادوا انطباع تام وكامل للاعبي اسوان ان المباراه خلص، ولاعبي النادي الاهلي ان المباراه خلص، باقي فيها ربع ساعه. هنا انت جايب اتنين من الدار للنار، لما جبت ياسر ابراهيم ورامي ربيعه دول رجلهم في الملعب، انت ما ترميش بالاتنين دول مره واحده، ارمي بواحد. عاوز تنزل سعد سمير، نزل سعد سمير، عاوز تنزل محمود متولي تلعب بيه تالت في وسط الملعب جاء ورا السليه وديانج ماشي، كنت عاوز تنزل حمدي فتحي ماشي، لكن انت اديت انطباع انك بتجرب او انك انت في مباراه وديه، فبالتالي ضغطك اكتر فريق اسوان، واعتقد ان هذين التغييرين خطا في رايي الشخصي، انك انت اديت انطباع ان الماتش خلص. لا تامن مكر الفرق الموجودة في الدوري، كل الفرق تبحث عن الفوز، وفريق أسوان أدى أداء طيب وعمل مباراة ممتعة للغاية، بحث فيها عن الفوز، بحث عن الثلاث نقاط، ينافس من أجل البقاء في بطولة الدوري، لعب مباراة مفتوحة مع النادي الأهلي، هدفه مشكوك في صحته، لكن الكاميرات ما أظهرت لناش
100% ايه اللي حصل، لكن تغييرات مستر بيتس موسيماني خاصه تغيير سعد سمير ومحمود متولي. يعني ما تقول لي ولتر بولي مكان كهربا اقول لك ماشي، اجي مكان محمد شريف ماشي، محمود وحيد مكان معلول ماشي، لكن تقوم كمان منزل لي سعد سمير ومحمود متولي اللي هم جايين من المتحف، ده نسيوا الكوره، ده بقى لهم يعني شهور طويله ما لمسوش الكوره، ده اخر مباراه لعبها محمود متولي كانت وديه بعد الشفاء من الاصابه مصر للتامين من 3 اشهر ولا من 4 اشهر. فبالتالي ده كانت تغييرات خاطئه، وكان ولولا براعه وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى لعلي لطفي كان الدنيا هتتغير. عشان كده واحد زي سيد عبد الحفيظ ساعه ما جه الهدف الثالث سجد لله شكرا، لان ده امن المباراه وامن الدقيقتين الباقيين من المباراه في ظل ضغط نادي اسوان. مستر بيتسو موسيماني يحاول ادخال جميع اللاعبين في فورمه المباريات، لكن عندك بعض الاخطاء وبعض الامور ما ينفعش تعملها، لان دي هتورطك ورطه كبيره جدا 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 مع الفرق اللي ما عندهاش حاجه تخسرها. اللي زي ما قال لك كده ابن زياد، البحر من خلفكم والعدو من امامكم، هتعمل ايه؟ لازم هتدافع، هتحاول تلعب انك تكسب، حتى لو هتحاول ده مع النادي الاهلي اللي هو نادي القرن واللي هو بطل افريقيا واللي هو حامل لقب بطوله الدوري واللي هو ثالث العالم واللي بطل كاس مصر. خلاص بتقول يعني ما قداميش فرصه غير ان انا هاجم واحاول اخطف نقطه من النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي هذا الفوز الكبير، مبروك المكاسب اللي حققها النادي الاهلي من هذه المباراه باستعاده كهربا لخطورته على المرمى، مش عشان جاب جول، عشان النهارده كان بيقوم بواجباته الدفاعيه ممتاز جدا، بواجباته الهجوميه سجل، عمل اسيست روعه لمحمد شريف اللي هو ضاع اللي قبل الجون الثاني، لو الجون ده جه كان اتصيد فيها كهربا جامد، ادى اداء فوق الممتاز. حسين الشحات استعاد مستواه، استعاد خطورته، استعاد تركيزه، عمل الجون الثالث روعه الروعه، بص بطرف عينه عمل العرضيه جميله جدا لولتر بواليا القادم من الخلف سجل منها، رامي ربيعه سد مكان محمد هاني او اكرم توفيق او اي ما يكون، ياسر ابراهيم ادى مباراه طيبه. لايك